الله وبركاته أعزائي المشاهدين، وحياكم الله وأهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من برنامج بين الناس. بين الناس صوت المواطن العراقي الفقير. ارتقت كاميرا برنامج بين الناس أن تكون اليوم ما بين شريحة من وزارة الكهرباء، ألا وهم العقود وأجور مهندسي وزارة الكهرباء، حابين يوصلون صوتهم من خلال برنامجنا. شنو الأسباب اللي أدت إلى خروجهم في ظل وجود الفيروس كورونا؟ نعم أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم مرة ثانية وبرنامج بين الناس، وبعدنا متواصلين مع شريحة مهندسي الأجور والعقود من وزارة الكهرباء وخروجهم في ظل هذه الأوقات، أجواء الحار والفيروس كورونا وغيرها من الأمور. السلام عليكم. عليكم السلام أستاذ. الحمد لله، أنت شلونك؟ بخير. مصطفى، مهندس مصطفى. مهندس مصطفى. أي نعم. مهندس مصطفى، شوف هذا العدد الكبير اللي نعم. خارجين حاليا من قبل الأجور والعقود من المهندسين. نعم صحيح. من النساء والرجال. صحيح. شنو الأسباب اللي أدت إلى خروجكم؟ أستاذ، بالبداية نحن مهندسين أجور وعقود وزارة الكهرباء، أعدادنا لا يصل 3000 مهندس من مجموع عقود 120,000 عقد في وزارة الكهرباء. نحن أول وجبة من العقود تعيننا في وزارة الكهرباء من خلال مظاهراتنا من العام من 2019. من العام أنتم متظاهرين؟ من العام تظاهرنا عقود. تمام. الوزارة وعدتنا يتحولنا على الملك. هسه جينا على الوزارة، الوزارة يقول أنا مخصص المقاعد الموجودة عندي بس الميزانية ما عندي على سنة جايبة، هم موعد منطينا وعد على هذا السنة. هذا إيش وقت؟ الكلام العام؟ العام. أي. العام احنا طلعنا مظاهرة من أجل ملاك الدائم. زين. انطونا عقود أجور وبعدين حولونا عقود. وبعد ما بعد ما صار قانون تقاعد الجديد طلع من خلاله 250 ألف متقاعد، احنا نريد تخصيص 3000 مقعد من 250 ألف مقعد لأجور يعني صار وعقود. صار يعني وجود العدد اللي قلت عليه حاليا. أي نعم. من المتقاعدين. اي نعم. وانتم عددكم شيء بسيط، احنا عددنا 3000 مهندس، والوزاره فنيه بامس الحاجه لنا. شلون وزاره الصحه بامس الحاجه على الطبيب؟ تمام. ووزاره الداخليه والدفاع بامس الحاجه على الضابط، كذلك وزاره الكهرباء بامس الحاجه للمهندسين، ونحن المهندسين اجور والعقود وزاره الكهرباء نسبتنا قليله 3% فقط من مجموع العقود الموجودين في وزاره الكهرباء. تمام. ونمثل 3000 مهندس، نطالب بتخصيص لنا مقاعد من درجات حركه الملاك بسبب قانون التقاعد الجديد. ناشد من خلال برنامجنا. وننشد من خلال برنامج السيد رئيس مجلس الوزراء الاستاذ مصطفى الكاظمي. والرئيس مجلس النواب استاذ محمد الحلبوسي. والوزير الكهرباء استاذ ماجد مهدي الاماره. انت من بغداد؟ انا من كركوك، ست ساعات طريق جاي. من كركوك. انا من كركوك ست ساعات طريق، من الساعه 3 طالع، ساعه تقريبا 9:30 يلا وصلت هنا. الله يحفظك يا رب. ايوه شكرا جزيلا لك. عفوا. شكرا جزيلا. السلام عليكم. شلون الصحة؟ التثبيت من حق عقود مهندسي عقودهم. الله يحفظكم يا رب. حبيبي ويحفظك. قبل قليل شفنا احد المهندسين ايضا وشرح النقاط. شنو الاسباب؟ نرجع مره ثانيه ونقول اللي ادت الى خروجكم في هذه الاوقات في ظل انتشار الفيروس كورونا، او شنو الاسباب اللي ادت خروجكم مره ثانيه؟ اللي احنا اللي عرفنا انه انتم من سنه يعني وتظاهراتكم ولحد هذا اليوم، شنو الاسباب وشنو احتياجاتكم؟ احتياجاتنا اول شيء احنا مهندسين وحقنا من حقنا ان نثبت، يعني حاليا صار لنا 7 أشهر اداوم لا راتب. لا هذا يعني واحد ناس من الزوجه، ناس تريد تشوف مستقبلها، كلها تدور عن حقها. احنا جايين هنا كمهندسين نطالب بحقنا. مهندسين ليش خلينا عقود ومهمشينا يوميه ويوميه حصير لكم هيك وكل شيء ماكو ما استفادين؟ مستمرين بالعمل ام متوقفين؟ مستمرين احنا. مستمرين. احنا مستمرين وهنا ثابتين ان شاء الله الى ناخذ حقنا. وحالنا حال كل المهندسين، كل وزاره المفروض يعني احنا كوزاره الكهرباء المفروض يعينونا لنا، المفروض مو يجيب ابو التربيه وابو يعني يجيب ابو التربيه يدخله في داخل وزاره الكهرباء، داخل الوزاره يخليه داخل، يعني شنو اختصاص هذا؟ اخر اجراء تم لكم من قبل وزاره الكهرباء؟ اخر اجراء يعني صار فتره طويله يعني تقريبا 6 أشهر هيك. عندكم ممثلين؟ واجهتوا احد من قبل الوزاره؟ واجهنا وهواي الوزير واجهنا، وممثلين المظاهرات واجهوهم وقالوا عن انه المفروض يعني يقول ماكو يعني نتيجه، ما جابوا اي نتيجه، انه
كل اللي وصلوا له احنا مو بيدنا من وزاره الماليه، ماكو تخصيصات. هذا عندنا حذف واستعداد 25 درجه وظيفيه. أي. 25 الف. وانتم عددكم 3000 وعددنا 3000. ليش يعني احنا المفروض الاولى بها. يقول على برنامج بين الناس حب ان يكون وياكم ويازركم ويوصل صوتكم من خلال البرنامج، يوصل صوتكم ان شاء الله. شكرا جزيلا لك. السلام عليكم. نعم اعزائي المشاهدين، ايضا وجود الكادر النسوي ومعاناة ايضا وخروجهم في سبب بتظاهر وزاره الكهرباء. السلام عليكم. عليكم السلام. ذكرنا للشباب قبل قليل بسبب معاناة هذا الجو الحار وانتشار الفيروس كورونا، لكن انتم مصرين على وجود التظاهره لتلبيه حقوقكم. احنا مصرين ان شاء الله ومستمرين الى ان تحقيق المطلب مالتنا اللي هو التثبيت على الملاك الدائم. أي. احنا ظاهرنا العام الماضي عام 2019 امام وزاره الكهرباء وطالبنا بالتعيين. عينونا المهندسين قسم من عندنا، يعني مجموعه من المهندسين تعيننا حسب التدرج الوظيفي اللي هو ابتدى من الاجور، بعدين قالوا بعد فتره نحولكم الى عقود، وورا العقود نحولكم الى ملاك دائم، نقدر نحولكم هسه. ففعلا يعني تعيننا اجور وبعدها تعين يحولونا عقود. انتوا حاليا تريدون تثبيت؟ نريد تثبيت. إيه؟ حالنا حال التخصصات الاخرى اولا، وحالنا اسوه بالتخصصات الطبيه ومعاهد النفط وغيرها من التخصصات اللي تعينها يكون مركزي. احنا بناء الوطن، احنا المهندسين يعني عماد البلد، فنطالب بالتثبيت. واحنا صار لنا تعيننا على قرار 315، وصار لنا من العام الماضي 2019 من شهر الثامن لحد الان بدون راتب. يعني العقود من 2019 الى 2020 بدون راتب. راتب واحد اعطونا اياه اللي هو انه يسكتونا من سمعوا بينا دا نطلع مظاهرات ودا نطالب، انطانا راتب واحد اللي هو شهر 11 وال 12. هذا الراتب دمجونا اياه مال شهرين، نص الراتب الاصلي اللي احنا تعاقدنا عليه على اساس 600 البكالوريوس، انطانا 384 بعد الاستقطاعات 364، يعني تقريبا نص الراتب راح من عندنا. فاحنا اولا نطالب المطلب الاساسي اللي ما راح ننسحب بسببه اللي هو التثبيت، هذا مطلبنا الاساسي. واكو استماره انه الكترونيه، قالوا راح يصير استماره الكترونيه. متى هذا الكلام؟ قبل فتره يعني بهاي التظاهره قالوا اكو استماره الكترونيه راح تصير. أيه. وهاي الاستماره الالكترونيه راح يكون بها التعيين على اساس المفاضله من جميع التخصصات. احنا ما نريد هاي الاستماره، ضدها، لان راح يضيع احنا حقنا، راح نتهمش احنا المهندسين، راح يروح حقنا. واحنا عددنا من المجموع الكلي. خلال برنامجنا برنامج بين الناس، شنو مناشدتك الى وزاره الكهرباء؟ مناشدتي الى السيد وزير الكهرباء المحترم والسيد رئيس الوزراء المحترم مصطفى الكاظمي، ان ناشد انه يلتفتون الحال المهندس. المهندس مهمش، تعبان، سنوات دراسه، تعب 4 سنين، 5 سنوات درسنا وتعبنا وما حصلنا اي شيء. اذا كانت على الجامعات الحكوميه او الجامعات الاهليه كلهم تعبوا ودرسوا ومصادر وفلوس وتعب ويعني ما حصلنا اي شيء. صار لنا سنوات احنا متخرجين وما حصلنا. من 2003 لحد الان المهندس مهمش. وصل صوتك من خلال برنامجنا ان شاء الله. شكرا. نعم اعزائي المشاهدين، بعدنا متواصلين وياكم وبرنامج بين الناس وجولتنا مع مهندسي الاجور والعقود، وحبينا نوصل صوتهم. بعدنا متواصلين وياكم برنامج بين الناس، لكن رسالتنا الى السيد رئيس الوزراء، رسالتنا الى كل الوزارات المعنيه بامور العقود الاجور المهندسين وغير الامور، انه هله الهله بهم. حاليا تموز، اليوم احنا في بدايه شهر تموز ونشوف المعاناه ووجود الفيروس كورونا ومعاناه والكثيرين الموجودين ايضا من المحافظات العراقيه المتواجدين حاليا من امام وزاره الكهرباء. رسالتنا لكم بالنظر بعين الاعتبار لهذه الشرائح. بعدنا متواصلين وياكم برنامج بين الناس وجولتنا مع اخواننا من المهندسين وزاره الكهرباء، الا وهم العقود والاجور. لكن خليكم بالبيت، فاصل وراجعكم. نعم اعزائي المشاهدين، رجعنا لكم مره ثانيه وبرنامج بين الناس، وبعدنا متواصلين بجولتنا مع اخواننا
من المهندسين من وزارة الكهرباء ألا وهم الأجور والعقود ومطالباتهم بالتثبيت على ملاك وزارة الكهرباء. سلام عليكم. وعليكم السلام. قبل قليل شفنا المهندسين وأيضا نقلوا، شنو حابة توصلين أيضا من خلال برنامجنا؟ والله حابة أوصل رسالتنا، إحنا مهندسين صار لنا سنة متعينا أجور وعقود من الشهر السادس العام، جينا هنا همين اعتصمنا فقالوا إنه ماكو تثبيت ملاك دعم مباشرة، أول مرة أجور بعدين تتحول عقد ونثبتكم على السنة الجاية، المفروض هي سنة 2020. شنو الإجراء اللي تم وياك؟ مجموعة إحنا أنطونا سوينا مجموعات ووزعنا على محطات، يعني كل من حسب رقعة جغرافية وتعيننا أجور، بعدين ورا فترة حولنا كنا عقود. احنا بعدين لقينا نفسنا انه ورانا الاف تعينت باسم المتظاهرين باثناء تظاهركم العام. بالضبط ورانا جتي مجموعات تعينت، يعني احنا بالعافيه على الناس هذا رزق، بس وراها احنا شفنا نفسنا لا اللي تعينوا باختصاصكم. لا طبعا كل من حسب اختصاصه، بس قصدي احنا يعني احنا معتصمين من البدايه كنا كمهندسين، هالسنه جينا نطالب يعني بالتثبيت مثل ما وعدونا، المفروض احنا السنه نثبت، لقينا انه يقولوا لنا انه ماكو تثبيت ماكو موازنه. زين احنا شلون ماكو موازنه وماكو تثبيت الى متى واحنا صار لنا سنوات متخرجين؟ وهسه يعني هذا اقصر حقيقه للمهندس انه يثبت، ودجينا هنا نطالب حقوقنا هسه وننتظر شوف شو رد الوزاره علينا شنو. نوصل صوتكم من خلال برنامجنا ان شاء الله، نحاول قدر الامكان انه نوصل صوتكم ايضا الى وزاره الكهرباء وعلى راسهم مدير. اي والله يا شكرا جزيلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. شلون الاوضاع؟ الله يخليك. خلينا ندخل شويه جوه. تفضل. الله يحفظك حبيبي. الله يخليك. الاسماء اللي ادت الى خروجكم في ظل هذه الاوقات الا وهي انتشار الفيروس كورونا وانتم حقكم المطالبه بحقوقكم. والله اولا احنا مهندسين صارنا تقريبا من شهر الواحد او اكثر، يعني من شهر 11 من شهر الثامن من شهر 11 من يا محافظه. انا من بابل. من بابل يا من بابل. الله يخليك. محافظه بغداد. الله يحفظك. فصلنا يعني تقريبا 7 شهور 8 شهور ما مستلمين راتب. زين هاي واحده. اثنين انه احنا من الظاهر هنا واخذنا كتاب العقد مالتنا، انه وعدنا استاذ احمد موسى قال انه انتم لكم حصه كبيره بالتعيينات على ابو اساس انه حذف واستحداث والدرجات مال التقاعد والدرجات الوظيفيه الثانيه. فاحنا يعني لا راتب وتدري اكثريتنا عوائل كل المحافظات كل المحافظات هذه المعاناه من مهندسين الاجور والعقود. بلي لا راتب. زين احنا نريد نعيش هسه، مطالبنا ناس تقول راح يحولوكم عقود تشغيليه. احنا عقود استثماريه، الناس تقول راح يحولوكم عقود تشغيليه. عقود تشغيليه تدري انت احسن انه تجي راتبك من الماليه، فهذا الشيء افضل يعني. هسه احنا مطلبنا انه احنا نريد التثبيت انه هذا حقنا المشروع، واحنا احنا جينا بطريقه اصوليه وطريقه العالم كله شافته. شنو اسمك؟ علي. علي شنو الـ يعني الـ الاحتياجات اللي اتخذتوها لاتفاقكم بهذا المكان؟ يعني قصدك الاحتياجات الطبيه؟ اي طبيه. انت شوف انت كل العالم كمامات معقمات مهم. اي معقمات بطالة المي يعني بطل ممنوع يعني تاخذ او كاسه او فشي يجي بارد يعني. يعني احتياجات اي بالاضافه انه بالبدايه اكو ناس دتعقم ياخذ هذا مال الرشاش ويعقم. اي عقم. اي زين نشوف من محافظه كركوك وايضا من محافظه بابل وغيرها، مسكنكم حاليا في ظل موجود الاعتصام وين حاليا؟ والله هسه احنا عندنا سياره نروح ونرجع، بس قبل اسبوع كنا معتصمين. يومي راح يكون الاعتصام؟ اي والله يوم انساني انا هسه راح اروح مثلا اخلص منها اروح للدوام. زين للدوام ابات وباكر ارجع، ابات بالدوام وارجع. زين في حاله انه انت تقول انا راح ارجع للدوام وراتب ماكو. ايه شلون بيجي حالك؟ والله شوف احنا عندنا فد مبدا، مبدانا انه احنا ما نغيره، انه مبدا انه احنا عندنا دوام. هذا الشيء انطونا راتب ما انطونا راتب احنا دنداوم. فاحنا اللي علينا دنادي. الله يحفظك يا رب. رب يسلمك. الله يخليك عيون اخوي. اهلا وسهلا برنامجنا. السلام عليكم. شلون الصحه؟ ايش حابه زيدين؟ والله بالاضافه للي ذكروا اخواني من المهندسين الاجور والعقود، اكو موضوع جدا مهم ويمس التعليق اللي قاله حضره الوزير بالنسبه انه احنا اسوه زملائنا من باقي العقود والاجور، اللي طبعا هم اخواننا ونشوف هم يعني حقهم بالتثبيت حالهم من حال باقي الاختصاصات، لكن المهندسين بوزاره الكهرباء شنو اللي فرقنا عن الباقين؟ حاليا احنا على الرغم انه احنا اجر او عقد دا نشتغل حالنا حال الملاك. من اي ناحيه؟ الجهد
وهماتين مسؤوليه، اكو تنادر احنا نوقع عليها ومن اكو معلومات ما نعرفها نروح ندور عليها. يعني انتم يعني تقدرون توصلون فكره انه عملكم ايضا يضاهي عمل الملاك؟ بالضبط هذا الشيء، بس بالنسبه لباقي الاختصاصات الموجودين هم كباك اب يشتغلون، يعني بالخطوط الخلفيه لا سمح الله اذا صار فد شيء ما تجيهم مسؤوليه مباشره مثلنا. فاحنا حاليا حالنا حال الملاك، من الزم اوقع؟ وهواي ذكرت حالات لا سمح الله من صارت مساءله قانونيه المهندسين راسا يتساءلوا سواء كانوا اجور او عقود. تمام، هاي وحده. شغله ثانيه، احنا كمهندسين بالوقت الحالي وبعصر التكنولوجيا لازم نطور نفسنا دائما، فاذا كنا اجور وعقود عندنا شغلتين واقفه بوجهنا، العائق المادي والعائق الوقت هماتين، لان احنا لازم نداوم بصوره مستمره ما عندنا اجايز. تمام، واكو هواي امور مو من حقنا بالوزاره. من ضمن شروط العقود انه انتم بدون اجازه؟ لا، عندنا اجازات بس اجازات مو مثل الملاك. يعني مثلا اذا حضرتك تعرف موجوده باربيل اكو فد دوره تستمر شهرين او ثلاثة اشهر، كشخص تريد تكنيكلي لتطوير من مهاراتك. بالضبط، اللي احنا راح نعود بالفعل. ليش باربيل؟ ليش مو في بغداد؟ ليش مو في بقيه المحافظات؟ هنا احنا بالنسبه لنا كعراقيين تعرف بسبب الوضع الامني المتردي الشركات العالميه مو دائما تسويها بكل مكان هيجي. مثلا هو مو الا دوره، اكو تريننج. يعني هاي الدوره اللي انتم تروحوها مو عراقيه؟ عادي 3-4 شهادات. احنا اذا تطلب حضرتك من المهندسين عندنا قناه خاصه بالشهادات الموجوده، ولا مهندس بالموجودين بجروبنا سواء عقد او اجر عنده شهاده واحده، اقل واحد بينا عنده 3 شهادات. عندكم اكثر من شهاده وعندكم اكثر من شهاده ودوليه، هذا كم الهائل من الـ من الـ من الخبرات، وانتم مهندسين ودرستوا وغيرها. بالضبط، وشوف عندكم معاناه. بالضبط كل هاي. وتصور احنا دائما يعني حتى مدخراتنا الماديه كلها نحطها بهذا الموضوع. شوف غيرنا مثلا يحبون يرفعون عن نفسهم او سفرات، شوف المهندس دائما يدور تريننج، يدور كورسات، حتى الاونلاين تشوفنا دائما ناس تدلي ناس على هاي الامور على مود نطور اكثر واكثر من نفسنا. يوصل صوتكم من خلال برامجنا. شكرا. نعم اعزائي المشاهدين، رسالتنا الى وزاره الكهرباء وعلى راسهم السيد وزير الكهرباء اللي مبارك له تسنمه منصبه، انه نقول الله تلا الله بمهندسين الكهرباء اللي وزاره الكهرباء هي اللي تعتمد عليهم، مثل ما مثل قليل ما ذكرت اختنا وقالت، قالت انه نحاول انه قدر الامكان نطور من قدراتنا في ظل هذه الاوضاع. يعني هو عقد واجر وقاعد يشوفه يروح دورات وغيره من الامور من اجل اكمال شهادته ويكون يعني اتم الجاهزيه لنقله للملاك. فيتملون خير بكم بتثبيتهم على ملاك وزارة الكهرباء. رسالتنا إلى وزير الكهرباء بالتحديد أنه هلا تلا الله بمهندسين الأجور والعقود من وزارتكم. بعدنا متواصلين إياكم برنامج بين الناس، لكن خليكم بالبيت. نعم اعزائي المشاهدين، رجعنا لكم مره ثانيه وبرنامج بين الناس، وانا حاليا متواصلين من امام وزاره الكهرباء لنقل معاناه الاجور والعقود من مهندسي وزاره الكهرباء. السلام عليكم. عليكم السلام. شلون صحتكم؟ شفنا قبل قليل ايضا بعض المهندسين وذكروا معاناتهم، حاب تزيد انت ايضا؟ والله بالبدايه تحيه لك وقناه العراقيه ولحضوركم بظل هاي الجائحه، طبعا ان شاء الله تزول هاي الرمان العراقيين اجمعين ان شاء الله. طبعا احنا مهندسين مو اول مره نتظاهر، ب 2019 شهر السادس احنا كنا متواجدين وتظاهرنا على مود التثبيت. الوزير السابق ما قال ماكو درجات وظيفيه ماكو تثبيت على الملاك، راح نعطيكم اجور، وعدنا بال 2020 بعدها نثبت. انت يعني الوزير السابق وعدكم وعدنا انه في حال وجود تخصيصات ماليه في 2020 يتم تثبيتكم على الملاك. تثبيت. بعدها طبعا بال 2019 تدري صارت مظاهرات، وهذه ظل هذه الظروف طبعا قامت تجي اعداد كارثيه، يعني وصل العدد لحد هسه ناس تقول 100 ناس تقول 89,000 درجه. زين احنا ضاع حقنا بين هاي عددكم انتم 3000، احنا عددنا حتى ما يتجاوز 3000. احنا عندنا قاعده بيانات هسه حاليا، قاعده بيانات موجوده وجرد موجود، لحد الان العدد ما وصل 3000. طبعا بالمناسبه ذكرت لي العدد، ناطق رسمي قبل فتره قال عدد المهندسين 6000. انا اطلب منه يطلع على قناه، على اي قناه هو عنده لقاءات هوايه، خليه يطلع 6000.
خلي يطلع يعني خلي يجرد بالوزاره يطلع قاعده بيانات تقول هاي 6000 مهندس خلي يطلع. انت مثل ما ذكرت قبل قليل قلت انه في 2019 تمت المظاهره، هل تم تعيين عدد من عندكم؟ طبعا هي صارت وجبات، وجبه صارت 301، وجبه صارت 344، وجبه شنو اختلافها عنكم؟ اكو شروط؟ لا لا هي يعني مظاهره ومهندسين حالنا قعدوا واخذوا حقوقهم انه تعينوا وجوا يعني انت وزاره اليوم وزاره الكهرباء دائره فنيه دائره فنيه شتلن انتم ايضا قسم معني الا وهو قسم المهندسين مثل ما ذكرت استاذ يعني هي دائره فنيه تجيب المهندس المدني ابو الميكانيك الكهرباء الاختصاص الرئيسي بالوزاره يعني مع انه هي صح اكو اداريين اكو قانونيين اكو اداره اقتصاد قانوني بس بالاساس انت من تجي مثلا الطبيه بالاساس منو بيها؟ الدكتور الطبيب زين بالوزاره منو الاساس بالوزاره؟ المهندسين المهندس وباقي الاختصاصات الفنيه المعهد الفني المهندس فاحنا يعني انت من تجي لازم عندك سياقات عندك منظم وضعك مرتبه بانه تعين على الاختصاصات المطلوبه انت مو تجيب لي 90000 واحد تخلي 15 واحد قاعد بكرفان من بغداد انا من دياله حياك الله فانت من تجيب لي 15 واحد قاعد بالكرفان يعني قسم بتربيه وقسم عربي وقسم جغرافيا وقسم حتى طب بيطري والمهندس هذا ضاع بيناتهم شهادتنا ضاعت من كهربي الله يخلي صوتك من خلال برنامجنا يعني بس أريد أذكر شغلة طبعا راتب آخر شيء استقطعوا كان راتب 600 العقد صار 360 أنا أريد أسأل الوزير مال 11 وال 12 مال 11 و12 فقط أنا صار استلمت المبلغ أنا داوم بالتوزيع 5 أشهر صار 6 أشهر بدون راتب يعني ما السنة السابقة أنطونا الإنتاج لحد الآن بدون راتب بس 11 و12 يعني تقريبا صار من 10 أشهر 9 أشهر بدون راتب يعني بضمير أريد أسأل المسؤولين يعني مهندس ينزل راتبه من 600 قبلنا احنا 600 ما يخالف عقد 600 يعني من نعطوكم 600 كتب يعني قابلين مقتنعين كنا مقتنعين وكل ثلاث اشهر يعطوني اياها ما يخالف بس ينزل لل 360 بيا دوله بيا مؤسسه مهندس راتبه 360000 الله يحفظك راتب عامل هذا معاناه ما بعدها معاناه شكرا جزيلا انا جدا ممنون جزيلا السلام عليكم شلون صحه؟ شلون الاوضاع؟ والله من الاسباب ذكرنا قبل قليل اسباب ادت الى خروجكم في ظل هذه الاوقات والله يعني احنا جايين من شهر السادس تقريبا طلعت لنا اجور يوميه والحد هذا اليوم احنا قسم من عندنا اجور يوميه والقسم الثاني عقود تشوف هنا انا عاقد حاليا اي نعم اجينا هنا من اغلب من المحافظات العراقيه من اغلب المحافظات طبعا رغم الظروف الصحيه اللي يشهدها البلاد يشهدها العالم كله اجينا هنا من اجل تثبيت العقود والاجر اليومي اي نعم قبل قليل ذكر احد المهندسين وقال احنا في بدايه الامر وعدونا خاصه موضوع العقود براتب 600000 نعم. في ليله وضحاها اصبحت 300000 حاليا اصبحت 300 واقل من 300000 وقسم من الموظفين اصلا هو ما مستلم اي شيء زين احنا من شهر السادس لحد هذا اليوم ماكو ما استلمنا اي شيء قسم انا وحده من الناس استلمت 25000 انا مداومه من تقريبا قد استلمتي 25000 25000 25000 شنو متقاعده طبعا مو بس هذا بغض النظر عن كل شيء اكو قسم اصلا ما استلم اسال هسه اي واحد تلقاه قابله راح تشوف الاجر اليومي ما مستلم اي شيء هذه انا عقد استلم 25000 بغض النظر عن استقطاعات اللي تعرف انت المنفذ وغير المنفذ ما استلمت منهم اي شيء الله يحفظكم يا رب ان شاء الله خلص صوتكم من خلال برنامجنا السلام عليكم شلون الصحة؟ أهلاً وسهلاً مهندسة؟ نعم الله يحفظك يا ربي يعني شفنا المهندسين وشفنا معاناتهم الكثير يطالب بموضوع الملاك هل يوجد صحيح في وزارة الكهرباء عدم وجود اختصاصات غير اختصاصات وزارة الكهرباء في داخل الوزارة؟ طبعاً هو هذا اللي يقهر إنه إحنا مهندسين موجودين ويانا كوم اختصاصات إحنا شنو اللي صار أوضح لك أخويا إحنا العام سنة 2019 طلعنا اعتصام على مود ندور حقنا بوزارة هندسية لأن إحنا مهندسين عينونا أول شيء قالوا إنه ما يصير رأس الملاك لازم أجور وبعدين عقود كدرجات يعني قبلنا اكتشفنا إنه إحنا من تعيننا عينوا ويانا آلاف كلهم على أساس إنهم معتصمين يعني كتابهم أنا بعيني
صفة كتاب. ايش قد كانت الدرجات الوظيفية في الكتاب؟ آلاف، بدي أقول لك آلاف، يعني آلاف تعينوا هم على أساس معتصمين، وإحنا اللي كنا إحنا قليلين، مو هو إحنا ثلاث اعتصامات. الأسماء اللي أنت شفتيها وتقولين إنه أنا شفتها طبعاً صارت على الملاك أم أجور وعقود؟ لا لا لا، ويانا ويانا عقود حالياً، بس اللي يقهرك إنه هم ما عندهم شهادات، يعني اللي ابتدائية، السادس ابتدائي، الثالث متوسط، غيرهم من الكليات، ما يعني بس كليات يعني فنية، وهذا الشيء سوى بيه أبو وزارة الكهرباء. إحنا مهندسين ووزارة هاي هندسية، واقفين هنا بهذا الوباء، عايزين. والمهندس هو يكون أساس بوزارة الكهرباء. إحنا أساس، إحنا الحجر الأساسي، كل الاختصاصات تفيد وزارة الكهرباء باعتبارها وزارة هندسية. إحنا إيش قلنا؟ إنه نطلع لأن وعدنا بملاك، رجعنا حتى نشوف حقنا وين هذا الملاك. أيه. أبسط شيء، أنا من يوم داومت اليوم أنا ما بستأل مراتب. زين. أنا أنت. كم شهر صار لي؟ داومت من شهر ال 12 لحد الآن. يعني أنت هسه حالياً سبعة أشهر. ستة أشهر بالضبط. اي ما بدون راتب ولا دينار انا استلمت، مو بس انا، احنا انتاج، الانتاج ما اعرف على انه لان على الماليه تقول ما لكم مخصصات، مع انه احنا من داومنا المفروض انه احنا يصير لنا مخصصات كانما موظف حكومي. حسب الكتاب والامر الاداري اللي بالضبط. احنا الحمد لله والشكر كتبنا رسميه، لان احنا طبينا للوزير والوزير وقع، يعني مو تقول انه دفعنا فلوس او لا لا لا. بتوقيع الوزير و توقيع الوزير، توقيع مدير المكتب، كلها معاملاتنا رسميه واصوليه وموجوده عندنا. يعني يوصل صوتكم من خلال برنامجنا، وان شاء الله ممنونين من عندكم ان شاء الله. شكرا جزيلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عيوني، أهلا وسهلا بكم. مهندس عمر سلمان. مهندس عمر، في ظل نرجع مرة ثانية نقول في ظل وجود انتشار الفيروس كورونا، تعرف أنت حاليا صحيح، لكن نشوفكم مصرين على المطالبة بحقوقكم. إحنا الفيروس كورونا ما قتلنا بقد ما قتلتنا هاي الحكومة. زين، بسبب إنه إحنا هسا أجور وعقود مهندسين الكهرباء طبعا من جميع المحافظات، من كل المحطات تشوفون هسه اجيب لك من الناصريه، من البصره، من الشمال، من الجنوب، حتى من الغرب. زين، الغرب شلون مسدوده فدنا وما حد يقدر يجي، وهم الجو ليش؟ لان يريدون مستقبلهم، يريدون حياه كريمه. هسه ذولا كلهم بنات وولد، زين، عانوا ما عانوا بالدراسه ولحد ما تخرجوا وتعب اهلهم. زين، والعام اعتصمنا فوق التعب مال الدراسه والضيم والقهر، اعتصمنا العام من شهر السادس. ما يكون الممثل عن المتظاهرين هو الاقرب، شنو الاجراءات اللي اتخذتها وزاره الكهرباء حاليا؟ الوزاره نزلت قالت تكتبوا لي مطالبكم. زين، الطلب مالتكم واحنا نرفع راس الوزراء ان شاء الله. قدمتوا؟ والله احنا هسه حاليا قدمنا الطلب، وبعد الولد جوا بالوزاره، بعدهم نازلين، من ينزلون بدنا نشوف الطلب بعيننا. الحد ما الوزير يطلب بينا، زين، واستثناء طبعا، استثناء لازم المهندسين ذولا كلهم الموجودين والاستماره اللي عندنا لازم كلها تتعين. يلا هاي تعوف المكان. سبب اصراركم انه هذا العدد الموجود اللي يتعين، ليش موضوع الاستماره؟ اصرارنا احنا من العام هنا، اذا حضرتك جاي والقنوات تصورت والنواب كلها تدري، ولاي الخطيب قبل الاستاذ حنتوش كان هو اللي مسؤول على تعييننا بوقتها، كان اساسا العقود قليلين بوزاره الكهرباء، بحيث من حصلنا اجور يوميه وتحولنا عقد احنا كيفنا، راتب حلو مرتب، دوام مرتب، زين، ومهندسين، وقلنا هذا استحقاقنا، وبعدين ننتظر سنه سنتين نتحول ملاك دائم. الله يحفظك. بعدين الله يحفظك، بعدين احنا ورا ثلاث اشهر اربعه شفنا المحطات انترسف. ترست اعداد هائله. اعداد منين انترست؟ ما اعرف شلون تجويت، عينوا همين الله رزقهم بتعيين، واحنا ما لنا شغل بهم، الله يرزقهم ان شاء الله. زين، وهسه هم هم طالعين اعتصام حتى يتحولون الى عقود تشغيليه. احنا كمهندسين ما عندنا بس الملاك الدائم اللي يضمن حقنا، ليش؟ احنا شغلنا صعب. بعد شي درس؟
هذا المهندس هسه اذا تروح اشوف اجيب لك الشهايد مالتهم زين تشوف الامتيازات. شفنا قبل قليل احدى الاخوات قالت انه نحاول نطور من نفسنا. كلهم دخلوهم دورات المحطات وكلهم على جاهزيه من العمل زين، وكل واحد قبل لا يشتغل عقد بالكهرباء كان بشركات اهليه يعني اي بي بي هاي خوب شركة معروفة يعني مو حتى وزارة الكهرباء تتعاقد وياها كصيانات، وهاي هنا اغلبنا يعني كانوا بيجي شركات رصينة. بعدين احنا من جينا عقد بالكهرباء المفروض الوزارة تستغل امكانياتنا، هاي اصواتنا العالية المفروض بدل ما احنا بالشارع هسه احنا بالمحطات دن نتدرب ودن نسوي صيانة زين ودن نطورها. اهم شيء الا وهو القليل بحقهم هو المناقب الملاك. تعبكم احنا غير الملاك ما يهمنا. بالمناسبه استاذي هذول كلهم هسه واقفين مستلمين على نص راتب نص راتب مال الشهر يعني انت كمهندس زين الله شاهد زين انا والدتي يعني في بدايه الامر انا ما احكي على روحي احكي على هذول كلهم صح. كلهم عندهم يعني في بدايه الامر اكثر المتظاهرين يقولون انه راتبنا كان 600,000 المفروض 600 اصبح 300 المفروض 600 بس بعدين من صارت الاعداد هائله بعد ما يقدرون يوفرون الراتب. اي زين احنا شنو ذنبنا بهذا العدد؟ احنا كمهندسين شنو ذنبنا؟ زين فنطالب باستثناء يعني حتى لو تجي درجات حذف واستحداث استثناء المهندسين من هاي الحاسبة الاستمارة مال الحاسبة اي عددنا بال 3% من العقد. نعم اعزائي المشاهدين كنا معكم من امام وزارة الكهرباء، شفنا تظاهرة العقود والاجور من مهندسي وزارة الكهرباء ومطالبتهم بالتثبيت على الملاك. في بداية الأمر رسالتنا إلى وزارة الكهرباء وعلى رأسهم الوزير اللي مبارك له تسنم منصبه، هذا واحد. المطلب الثاني المطالبات من قبل المتظاهرين الموجودين لإيصال صوتهم إلى سيد رئيس الوزراء. سيد رئيس الوزراء النظر بعين الاعتبار لشرائح كافة ليس وزارة الكهرباء فقط بل الحشد الشعبي الفاحصي على وزارة الداخلية وكل المواطنين المتظاهرين اللي منفوت من يومهم ونشوفهم يعني جالسين على الأرض في ظل وجود هذه الأيام وانتشار الفيروس كورونا، نتأمل بكم خير. إلى هنا نصل إلى نهاية حلقتنا من برنامج بين الناس.